دم واحد، احنا كشعب مصر الشعب الفلسطيني دم واحد. كلمات عبرت بها سيدة فلسطينية تعكس الروابط التاريخية بين البلدين واحتضان القاهرة للقضية باعتبارها أم القضايا. احنا كفلسطينيين نشكر الشعب المصري لدوره اللي وقف فينا بالأزمة بالعدوان الصهيوني على أهلنا في غزة. الدور المصري وشعب مصر كان إنه استقبل الجرحى، قدر يتحدى ويبعث المساعدات. المواقف السياسية كانت شاهدة على الدور المصري في القضية الفلسطينية. إنها مصر التي لم ولن تستغل أزمات أشقائها، بل تدفع بالغالي والنفيس من أجل رفعة الأمة العربية. وكان معبر رفح ولا يزال مفتوحاً لإرسال المساعدات وتسهيل مرور الأشقاء من قطاع غزة. أنا عبرت الجانب المصري بكل أريحية وبكل سهولة، دفعت $35 للفيزا و200 جنيه دخلت عشان أعبر العبور، وجيت بسهولة يعني، والمواصلات 35 فيزا وعبور الوصول 500 جنيه. هي مصر أم الدنيا وأم الوطن العربي كله. احنا دائما بنيجي هنا بنشوف معامله كويسه، صحيح يعني في كل الاماكن اللي بنروحها وشعبها ومعامله كتير كتير كويسه وزور. ودفعت رسوم الفيزا $35 ورسوم الخروج 500 جنيه مصري، وعملوني باحلى معامله للامانه. هم طول عمر اخواننا، من يوم ما عرفنا المصريين هم بعملونا معامله كويسه. معبر رفح لم يكتفي بدخول وخروج المساعدات فقط، بل كانت الأطقم الطبية المصرية هي الأخرى دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية للأشقاء وغيرهم من العابرين عبر البوابات المصرية. طبعا توجهت للمعبر وكان تكاليف رسوم العبور 250 جنيه، والتكاليف اللي هو الفيزا $35، كان يعني إجراءات سهلة جدا ومميزة، والحمد لله كان في استقبال من الهلال الأحمر المصري، وكان في تطعيم كمان للأطفال. أنا شايف إنه في خدمات جيدة في المعبر وخدمات ممتازة. وهكذا بعد نحو 5 أشهر من العدوان على قطاع غزة، تستمر الملحمة المصرية على معبر رفح لتواصل دورها في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية دون توقف، على الرغم من التحديات والعراقيل. وإن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في الدعم ولن تتخلى عنه حتى يعبر الأشقاء أزمتهم.